وصل بحفظ الله ورعايته حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة. وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى يده الله لدى وصوله مطار القاهرة الدولي أخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبعد استراحة قصيرة في قاعة التشريفات الكبرى بالمطار، تبادل خلالها جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس المصري الأحاديث الودية حول العلاقات الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين. بعدها توجه صاحب الجلالة وفخامة الرئيس المصري في موكب رسمي إلى قصر الاتحادية. وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة لدى وصوله بالتصريح التالي: نعرب عن سعادتنا بالتواجد في جمهورية مصر العربية الشقيقة، هذا البلد الذي تكن له مملكة البحرين وشعبها حبا عميقا وتقديرا كبيرا لما بينهما من روابط أخوية وأواصر ممتدة وقوية، واعتزازنا بأدواره التاريخية في نصرة الحقوق العربية وتضحياته المشهودة لإعلاء وتحقيق المصالح العربية في كل المناسبات والمحافل الإقليمية والدولية بعزيمة واضحة وإصرار شديد مهما كانت الظروف. إن زيارتنا لجمهورية مصر العربية الشقيقة تأتي للقاء مجددا مع أخينا فخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار التنسيق المتواصل بين البلدين الشقيقين والتشاور الدائم بينهما إزاء القضايا التي تهمنا، والبحث في كل ما فيه تقدم ونماء علاقاتنا على المستويات كافة، ودعم مختلف أوجه التعاون فيما بيننا وتبادل الرؤى حيال الآليات الفاعلة للتعامل مع متطلبات المرحلة وسبل الوصول للمستقبل الذي نريده لشعوبنا ولشعوب المنطقة بأسرها. إن ما يواجه الأمة العربية من مخاطر وما يحدق بها من تحديات يستوجب منا بذل كل جهد ممكن لتوحيد الكلمة ولم الشمل وتقوية الصف لتكون دولنا قادرة على تعزيز مصالحها وحماية مؤسساتها وصون مقدراتها ومنع أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤونها وتحقيق طموحات شعوبها والإسهام بفاعلية لكي يسود الأمن والسلام كافة أرجاء المنطقة. نجدد تقديرنا واعتزازنا البالغين بالمواقف المصرية الثابتة والداعمة لأمن واستقرار مملكة البحرين وإسهاماتها البارزة وعلى امتداد عقود طويلة في دعم النهضة والتنمية في بلدنا، وتأكيدنا على حرص مملكة البحرين الراسخ على أمن مصر وتقدمها وازدهارها، وعزمنا الدائم على توطيد العلاقات الأخوية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي تقوم على ركائز قوية ودعائم صلبة من التواصل والمحبة والتعاون المشترك والثقة المتبادلة والمواقف والرؤى المتطابقة في التعامل مع القضايا العربية والإقليمية والدولية. هذا وفي قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة جرت لجلالة الملك المفدى مراسم الاستقبال الرسمية، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لمقدم جلالة الملك المفدى، وتم عزف السلام الملكي البحريني والجمهوري المصري.
القاسم احمد عاطف بن حرس الجمهوري حرس الشارع الجاي بتفتيش خليفه. ثم استعرض جلالة الملك المفدى أيده الله حرس الشرف الذي اصطف لتحيته. بعد ذلك صافح جلالة الملك المفدى أصحاب المعالي الوزراء ومعالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس بعثة الشرف وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية، كما صافح فخامة الرئيس المصري أعضاء الوفد الرسمي المرافق لصاحب الجلالة.